السلام عليكم. بداية نبارك ونهني دولة الإمارات حكومة وشعبا في اليوم الوطني الإماراتي، أدام الله عليها الأمن والأمان وعلى جميع الدول العربية والإسلامية. قصة الليلة حصلت عام 77 في الكويت لفتاة حصلت معها قصة غريبة عجيبة. هذه الفتاة أهلها من البادية الروحل اللي يعيشون في الصحراء اللي ما بين المملكة العربية السعودية وما بين الكويت، وهذول قبل يعني كانت هويتهم كويتيين سعوديين، وفي كثير كذلك من العائلات في ذاك الوقت يعيشون في المناطق الصحراوية ما بين الكويت وما بين العراق، فكانوا هذول كويتيين عراقيين. بعدين تالي اطلعت سالفة تحديد الهوية والجناسي، وفي منهم يعني بعد ترسيم الحدود يعني من أواخر الأربعينات، وصاروا الناس ما تتنقل إلا بإثباتات وكذا، فتم تثبيت الكويتي كويتي والعراقي عراقي والسعودي سعودي وخلاص. لكن بقت آثار تلك العائلات اللي كانت متمسكة خصوصا في البادية اللي يعيشون في البر، ما حددوا هويتهم يعني لأواخر السبعينات. المهم ماكم بالطويلة، هذه الفتاة تزوجها شاب كويتي من أهل الأحمدي، وحصلت على الجنسية بشكل رسمي الجنسية الكويتية. المهم ما كانت مرتاحة بزواجها مع هالشاب هذا، فأول أيام تروح مراجعات لأنها تأخرت في موضوع الحمل، وهذا الشاب أسرته كانت يعني دائما تسأله متى، ها ما في شيء في الطريق وكذا، ما في حمل، ها تأخرته، وهذه تراجع المسكينة وتروح عند دكتور. الدكتور هذا دكتور مصري، تروح تراجع عنده، وهذا يوم شافها الدكتور أو ينجن عليها. المهم صار يعطيها مواعيد، ولازم تجيني بكرة، ولازم هالتحاليل هذه تجيني بعد بكرة، ويعني يعطيها بعض المواعيد بشكل رسمي علشان يجبرها أنها تجي. المهم هذه على النية المسكينة قامت تجي، وهذا يوم على يوم يعني بالكلام المعسول والسوالف وما أدري شنو، وأنا لو عندي واحدة مثلك والله لعيشها ملكة، والله أنا أسوي لها وما أسوي لها وما أخليها أصلا تعيش هني في هالدول العربية. قالت لي يعني شنو وين تخليها تعيش؟ قال أخذها وديها أي دولة تحلم فيها بحياتها، أوديها أوروبا، أوديها لندن، أوديها ما أدري وين. شوي شوي وهذا كل يوم تراجع بحسب طلبه، وزوجها المسكين ما يدري، كل ما دخلت عند الدكتور ينتظرها برا، لما تطلع تقول له والله عطاني فحوصات، عطاني كذا موعد، يقول ما في مشكلة. إلى أن استطاع هذا الدكتور أن يلف راس البنت وقال اسمعيني، أنا حبيتك ومستعد أتخلى عن كل شيء في حياتي علشانك. قالت له زين بس أنا متزوجة وأنت كذلك متزوج على حسب كلام. قال مستعد أترك زوجتي وعيالي وأنت تتركين زوجك ونهرب مع بعض. شلون نهرب؟ قال لا مالك شغل، أنت موافقة؟ قالت عطني فرصة أفكر. يومين ثلاث أسبوع أسبوعين تيجي تراجع، وهي صارت بعدها متحبه وهو يحبه ولعب عليها يعني. فقالت له أنا موافقة بس شلون؟ قال لا أبدا، نحجز تذاكر وأنا عندي فيزا لي ولزوجتي، وأنت راح تسافرين بجواز زوجتي، وأصلا كان معروض عليه يعني أنه يعمل كطبيب هناك في لندن. قالت لندن؟ قال لي نعم، والشقة موجودة والحياة سعيدة وأنا عندي وظيفة هناك، وخلينا نعيش أحلى حياة مع بعض. قالت ها أنا موافقة خلاص. متى؟ قال له اليوم الفلاني تجيني عشان موعد، وقولي حق زوجتي إنه راح
يصير لك يعني نعمل لك دخول مستشفى، يعني راح ترقدين عندنا اليوم الثاني حق التحاليل وكذا، اذا اقتنع بلغيني علشان نرتب الامور. فعلا هي قالت حق زوجها الموضوع، قال لها اوكي. وفي ذاك الوقت الناس يعني على النية، مو فاهم شو السالفة، والله ان لازم ترقد عندنا علشان التحاليل. قال اوكي يلا ما في مشكلة. راحت ودخلوها المستشفى، وتركها زوجها بعد ما سلمها اغراضها وقالت لأبي شنطة وجيب لي اغراضي وكذا لاني ببات عندهم، وتعال مر علي بكرة كذا على وقت العصاري. قال اوكي. طبعا هي ما دخلت، هي راحت ويا هالمصري الدكتور وعدل على المطار، وتطير بجواز زوجته ويروحون فعلا الى لندن، واختفت البنت. الزوج اليوم الثاني يراجع وين زوجتي وعندها دخول، قال لا يبا ما في، شلون وين دخول؟ قال بلا انا موصلها وانا معطيها والدكتور كاتب لها وكذا، وين ما في شيء، عندك شيء يثبت اوراق؟ قال لا عندها كل شيء عندها. انا متاكد يا جماعه ايش فيكم، تاكدوا الاسم فلاني، يدورون يدورون، قلب الدنيا قلب، ابدا ولا عرفوا وين راحت هالبنت. اول يوم ثاني يوم بلغ الشرطه ويدورون ويدورون، شلون شلون مرة تختفي ورايح المستشفى؟ يعني من اللي خاطف المستشفى؟ أهلها ما يدرون طبعا، أهلها في البر، وهذا زوجها اللي بتلش فيها، يدور ما هو عارف شو القصة. ويمر تقريب الأسبوعين ثلاثة، وقال ماكو إلا بلغ أهلها في الموضوع وخلاص أصارح، ويروح لهم في البر، هم يتنقلون طبعا يوم هني ويوم هناك ويوم ما أدري وين. المهم ويصارحهم أبوها وإخوانها، وتكلم صدق كنت، قال لي والله يا جماعة صار لي أسبوع ندور، وأنا سجلت بلاغ في الشرطة وقاعد يدورون. حتى في البداية اتهموا هالزوج هذا، أكيد أنت وراء اختفاء، أكيد أنت قاتل هو اللي مسوي فيه. قال يا جماعة ليش، أنا أحبها أصلا وما بيني وبينها أي مشاكل، ليش اختلها ليش يعني، وأنا اللي موديها المستشفى بروحي وأنا بنفسي رايح وكذا. الشرطة بدأوا يبحثون ايش في البنت، شلون اختفت، راحوا للجوازات. اقول لكم اول ما في سيستم يشيكون يعني عندهم داخل العاصمه مثلا يبين من اللي طلع من المنافذ البريه ولا البحريه ولا الجويه، لا يروحون للمنافذ نفسها، فالموضوع يحتاج الى وقت. راحوا المنافذ البريه ابدا اسمها مبين انها ما طلعت، راحوا المنافذ البحريه المنافذ الجويه، الامور كلها طيبه والبنت موجوده داخل الكويت. راحوا للمستشفى إيش يكون البنت ما لها دخول، لكن لها مراجعات في دفتر المواعيد أو دفتر الاستقبال، يعني يسجلون أسامي، وأول كل الشغل يدوي، فعرفوا أن كلامه صحيح أن هذه كانت تراجع، لكن موضوع دخولها للمستشفى أو أنها ترقد هذا مو مبين. زين منو الدكتور؟ قال الدكتور اسمه فلان. إيش يكون ولا فعلا هالدكتور هذا متغيب عن عمله؟ سألوا مسؤولة وإدارة المستشفى، قالوا لا يبقى أبدا، لا عنده إجازة ولا عنده تصريح إنه يعني يغيب أو يسافر أو كذا. شيكوا على الدكتور ولا مسافر، وين الـ يعني الجهة؟ طبعا أول كذلك ما كان يبين، يعني ما كان يبين إذا واحد مثلا مسافر، سافر وين راح أي دولة، مرات يكون ترانزيت ينزل، تعرفون يعني لندن اعتقد اول يعني ما كان فيها دايركت يعني، فينزل في اكثر من دوله، تخربطوا قالوا ما عرفنا بالضبط اي دوله لانه نازل ترانزيت محطتين ثلاثه قبل لا يوصل هناك، لكن هذا ما هو دليل على ان هذا وراء اختفاء الزوجه لانه رايح معاه زوجته. زين عطونا بياناته، وين ساكن هنا في الكويت؟ ساكن المكان الفلاني. راحوا للبيت يسألون إنه هل ترك الشقة مثلاً، هل إنه بيرجع؟ قال يبا الحارس قال يبا موجودين، أسرته موجودة، زوجته وعياله، من قال إنه متأكد إن زوج؟ قال لي نعم، زوجته كل يوم الثاني يعني تطلب مني أغراض أجيب لهم، يعني هذا زوجة الدكتور. طقوا الباب طلعت الزوجة، السلام عليكم، أنت فلان الفلاني؟ قالت إيه نعم. زوجك الدكتور فلان الفلاني؟ قالت إيه نعم. شلون؟
انت مبين انك مسافره مع زوجك. قالت لا انا مو مسافره وزوجي. من قال انه مسافر؟ زوجي بالكويت. قالوا ليش انت ما تدرين انه مسافر ولا شيء؟ قالت لا ما ادري. هني فهموا ان هذا كان مسافر مع وحده من تحلى شخصيه زوجته، لان زوجته موجوده. منو هالبنت؟ ما في الا زوجة او الفتاة هذه اللي يبحثون عنها. قالوا بس اذا هذه انحاشت وياه بانتحال شخصية زوجته. بلغوا الزوج في الموضوع، لكن في اي دولة؟ وين الموضوع جدا صعب، يعني لازم يروح الزوج ويقدم بلاغ في الدولة اللي صار فيها ترانزيت ويشيكون عن طريق الدولة. اطلعوا من المنافذ من عندهم ولا دخلوا داخل البلد علشان يبين في ذاك الوقت. انا اقصد الموضوع شوي يحتاج الى اشهر. طبعا الكويت راسلت الدول اللي هي ترانزيت وتبي تشوف وجهة الطيارة اللي طلعت من الكويت هذا او منزلوا في اي بلد، يعني عطهم 6 أشهر 7 أشهر يا الله تجي هالمعلومة، يعني عن طريق شنطة حقيبة دبلوماسية وكل الموضوع كله اوراق. يعني الموضوع جدا صعب، وتروح الأيام وتجي الأيام. طبعاً الرجل هذا دام عرف أن زوجته هربت وبلغ أسرتها في الموضوع وقام وطلقها وقال أنا ما يشرفني أن زوجتي هارب وأنا مالي، يعني ما كان بينه مشاكل ليش تهرب مع رجل وكذا. المهم طلقها، وحتى قام يسترجع الأحداث السابقة لما كل شوية تقول له والله عندي موعد عند الدكتور، يقول لها ليش؟ تقول والله هو اللي طلب تحاليل. كان مستغرب ومستاء يعني، لكن هني فهمها لما هربت فهمها. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وتعالي يا أشهر وروحي يا أشهر. اختفت البنت 5 سنوات ولا حد درى عنها. طبعا كانوا أهلها ينتظرون السفارات والمراسلات وكذا، لكن ماكو فايدة. حتى أبوها وأخوانها كلهم تبروا منها وحالفين إن يقتلونها، وزوجها طلقها وراحت السالفة. قالوا ماتت اختفت ما يدرون عنها، راحت ضاعت بهالدنيا. ويجي عام 82، كان عام تأهل منتخب الكويت إلى مباريات كأس العالم، وكان أول منتخب خليجي عربي أسيوي يتأهل لبطولة كأس العالم في التاريخ. كان حدث يعني. الطلبة الخليجيين كانوا حيل فرحانين موضوع أنه منتخب الكويت وعربي وخليجي وكذي، فصاروا بلندن الطلبة يتجمعون ويحتفلون ويرقصون بالشوارع، والطلبة مالين الشوارع طالعين بالشارع، ما في خليج إلا طالع بالشارع. وكانت هذه البنت ساكنة في أحد الشوارع اللي في لندن وواقفة عند الشباك. المهم لما مروا هي تدري بالحدث ان فيه مباريات وكأس العالم والكويت تأهلت وكذا، فكانت مبسوطة ان هذول خليجيين. انا اقول لكم ليش، لان طلع هذا الدكتور لما خذاها الى لندن قبل 5 سنوات والبنت تندمت وحاولت أن ترجع وقالت له خلاص وأنا مستعدة أرجع لبيتي ولو يقتلوني أهلي، قام وسجنها ما يقدر يستغني عنها، وصار يسجنها داخل الشقة ما يخليها تطلع ولا تروح ولا ترد إلا معه. وحملت منه أول مرة ثاني مرة، وعندها منه 3 أولاد، فصارت خايفة على أولادها وما تبي تترك 5 سنوات وهو ساجنها. فلما شافت الطلبة الخليجيين صارت تأشر لهم من الشباك، والشباك من النوع اللي ما ينفتح كامل، لا ينفتح فقط للتهوية، فتأشر لهم كذا، وهذا الطلبة يطالعون مستغربين. قربوا من العمارة، هي ساكنة في الدور الثاني والشباك مفتوح فقط من جهة واحدة، انتم عارفين النظام يعني اللي أتكلم عنه. فلما اقتربوا صارت هي تكلمهم من فتحة الشباك، تقول لهم انتم خليجيين؟ يقولون اي نعم.
انتم من وين؟ واحد يقول لها انا من الكويت، واحد يقول لها انا من السعوديه، واحد امري ايش عندك؟ امري اختي تقول انا كويتيه وانا ترى مخطوفه واللي خاطفني الدكتور اسمه فلان فلان فلاني ويشتغل في المستشفى الفلاني، وعطتهم التفاصيل بالكامل، وانا اهلي يسكنون في منطقه الباديه في المكان الفلاني، وتعطيهم مواصفات اهلها وهي من القبيله الفلانيه واسمها الكامل كذا كذا وزوجها في الاحمدي اسمه فلان فلان، اعطيتهم كل التفاصيل. هذول الطلبة شباب، تعرفون مرات يجيك واحد شباب وشهم تحمسوا حق إنقاذ هالبنت، لكن هي شنو طلبت منهم؟ قالت لا تبلغون أحد، ولا أبيكم تبلغون أهلي أبوي وإخواني وتبلغونهم إن أنا ما يعني هربت، أنا انسجنت، أنا كنت مغصوبة. إيه تحاول نتبرر شوي ان انا مغصوبه وان هذا ساجني وابرجع لاهلي ما يخليني، وبلغوا زوجي في الكويت وبلغوا اهلي موجودين في البر. المهم قالوا لها بس لا تشيلين هم وان شاء الله بتوصل رسالتك. خذوا كل البيانات. عيالها صغار، يعني عيالها اعمارهم اربع سنوات في 3 سنوات، وهذول ما يتكلمون الانجليزي وهم صغار، يعني يفهمون على الخفيف ولكن ما يفهمون عربي. الطلبة بعد شهر واحد فيهم نازل، يوم نزل على طول هو في الكويت، راح البيت أهل زوجها وسأل عن الزوج وطلع له، قال له يا ابن الحلال ترى الموضوع كذا 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 كذا، كنا في لندن في الشارع الفلاني العمارة الفلانية الدور كذا كذا، طلعت واحدة من الشباك وقالت لنا هالقصة واسمها كذا كذا كذا. انصدم الزوج ويدك سلف ويطير حق أهلها في البر، أو قال لأبوها وإخوانها الموضوع، قالوا إذن خلونا نطير نروح لها لندن ونتصرف. الزوج لما رجع البيت بالمساء، يعني عياله يسولفون معاه بالإنجليزي خفيف يطقطقون كذا، لكن فهم من كلام عياله أن في شباب وكذي يعني عند الشباك، وأمي كانت تتكلمهم، مسكها ضربها ضرب والظاهر يعني إن اعترفت له، يعني قالت له اي نعم وانا قلت كذا، ومعطينا الظاهر عياله عطوها بعض المعلومات يعني انها تتكلم عربي وكذا، هو فهم ان هذول عرب وان كانت تتكلمهم وتقول بابا تقول كذا، يعني اللي فهموه وصلوا لابوهم. هذا يوم درى قال خلاص الظاهر بلغت وخاف ان ينكشف، ويقوم ياخذها وياخذ عياله ويغير مكان سكنه. وصلوا اهلها وجماعتها وعيال عمها وزوجها، وصلوا الى لندن قلبوا الدنيا قلاب، راحوا نفس العماره، ولا العماره فعلا كان ساكن فيها الدكتور المصري وكان معاه زوجته ومعاه 3 من اولاده الصغار، لكنه رحل، وين راح ما يدرون. وهذاك يوم وهذا يوم، وإلى اليوم البنت مختفية. طبعا هذا ذكرتني بسالفة بنت خليجية أهربت مع بنغلاديشي، يعني من سنوات قليلة، يعني 4-5 سنوات أهربت معاه، تحبه سايق عندهم ومعجبة فيه وما أدري شلون ساحرها لعب عليها. المهم البنت خلاص، وتقوم وتهرب معاه وتسافر معاه إلى بنغلاديش، يدورون عليها أهلها قلبوا الدنيا لين عرفوا أنها هاربة مع البنغلاديشي. عن طريق منه؟ عن طريق السواق وربعه واللي جابه، منه اللي جابه للبلد ورسائل ما رسائل. المهم امسكوا واحد من عيال عمه، دش يعني كسروه تكسر، بغيت اقول دشدشوه، كسروه تكسر لين عطاهم العنوان وين ساكن هذا البنغلاديشي، وين ساكن في بنغلاديش، قريه بعيده عن المدن والناس ما توصلها اصلا، ويطيرون عيال عمها ويروحوا لها بنغلاديش لين جو عند القريه. طبعا الكلام هذا طول معاهم كم شهر، يوم جو حق القريه
شوفوا شوفوا المفارقات العجيبة. يوم راحوا عند القرية عند البيت، ولا هذه بنتهم لابسة نفس الساري وحالتها بالويل ومكندسة، تعرفون شلون يقعدون يغسلون صحون ومواعينهم وكذا، وحالتها هادها الخير والنعمة وأهلك وديرتك والعيش اللي ورايحت لي قرية نائية في بنغلاديش من حاشة معاه. ليش ليش؟ والله لو أن مليارديرات ما تنحاشي معه، من حاشة مع واحد يوديك قرية لا طلع، هذا شو مسوي فيها؟ هذه خلاص هناك استسلمت، شافت الصجية. ولا هذول عندهم نظام اللي يتزوج، يعني من عيالهم اللي يتزوج، هذه الزوجة تخدم العشيرة كلها، يعني تخدمه وأمه وأخوانه وخواته، ويكرفونها كرف. تخلص من الصحون تروح تطبخ لهم الفطار، تخلص من الفطار تغسل الصحون، بعد ما تروح تكرمون زريبة تنظف مخلفات البقر وما أدري شنو، وترد تغسل وتشطف. المهم ياخذونها بعد ما أمسكوا هذا البنغلاديشي طقوه وكانوا راح يذبحونه وسلموا للسلطات. عاد شنو صار بعدين والله انا ما ادري، بس انا ليش وصلت المعلومه ان مرات في بعض الفتيات للاسف مخها في حذائها، يعني ما تفكر بعواقب الهروب. لما انت يعني مثلا تكسرين باهلك وتهربين وما تحترمينهم ولا يتبرؤون منك، خلاص يصير مالك رداد، يعني او مالك واحد مثلا ينقذك اذا احد اظلمك ولا عذبك ولا اهانك. خلاص انت رحتي بنفسك وتقولين حق اهلك خلاص انتم ماكم شغل فيني، يعني هذا شنو يسوي فيك اللي هربتي معاه؟ ما حد ينقذك في الدنيا، يعني شلون تخليتي عن أسرتك وعن عزوتك وعن أهلك والأمن اللي أنت فيه وعز وخير ودراستك ووظيفتك وحياتك ومواهبك. الحياة جميلة، الحياة فعلا جميلة. والله يا في ناس ما عندهم أبسط مقومات الحياة لكنهم عايشين في سعادة لمجرد أنه يعيش في أمان، أو لمجرد أنه في كامل صحته وأنه بإمكانه أنه يعمل وبإمكانه أنه يكون نفسه. كم قصة سمعت فيها عن فتاة هربت وراحت وعايشة. أنا أذكر في وحدة اللي كانت في لندن، والله أنا ما أذكر هذه منه بالضبط، كانت في لندن وأول أيام تطلع عنها يعني ضد القوانين العربية وضد الإسلام وضد ما أدري شنو، وسوت ضجة في ذيك الفترة اللي كانت من أول الهاربات. بعدين حطوا صورتها وهي هوملس، هذول اللي ينامون في الشوارع، وبعدين صاير فيها أمراض جلدية ومولاقية وتبكي، ما حد قاعد يعطيها أكل. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.